بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء أعزاء، أهلا وسهلا بكم في شرح جديد من شروحاتنا على الإنترنت. النهاردة إن شاء الله معانا أول إثبات سحب من موقع أرباحي أونلاين لربح عملة الروبل الروسي. الموقع زي ما احنا شايفين كده في الصفحة الرئيسية بيديك 5 روبل فري بونص هدية أول ما بتسجل في الموقع، دول بتسحبه بشرط إن أنت تجمع زيهم 5 روبل وتسحبهم 10 روبل أول سحبة، وبعد كده السحب عادي يبقى 1 روبل مع كل سحبه من الموقع. طبعا الموقع كان انا حبيت بس في الاول انوه الناس يا ريت تشوف الفيديو من اوله لاخره عشان بقول فيه كلام مهم جدا برد فيه على بعض المشككين في مصداقيه الموقع. انا الموقع بالنسبه لي انا لما عملت اول فيديو ليه عملت اثبات سحب من الموقع بشغل مجاني بدون ما اعمل فيه اي ايداع من الموقع او اشترك فيه في اي باقه، والموقع سحب معايا انا كنت عامل تقريبا كان 50 روبل في الفيديو السابق على طول اللي قبل دوت. ده كان شغل يومين بالظبط، يعني انا عشان بس بقول للناس اللي هي بتقول بنجمع 2 و3، لا انا جمعت 50 روبل شغل يومين بالنسبه لي بدون اي احالات، بدون اي محد يضيف ربح من الاحاله على رصيدي. انا كل اللي عملته اشتغلت يومين بالظبط جمعت 50 روبل شغل بقى العروض السي بي اي مع الاعلانات مع تحويل البوينت مع شغل البي تي سي اللي انا اشتغلت عليه، ده تجمع منه 50 روبل. فالنهارده ان شاء الله هنبدا نعمل اثبات سحب من الموقع وتوضيح بعض المهام الخاصه بيه، بس حبيت اركز على النقطه، يا ريت الناس اللي بتشتغل او بتخش تعلق على التعليقات اللي انا شفتها في الموقع او على الفيسبوك على الاكونت الخاص بالربح على ارباحي في موقع ارباحي في اكونت فيسبوك. الناس اللي بتقول سنتات وحاجات قليله وبيدي ربح قليل، لا يا جماعه الناس تشتغل والناس تتعب شويه عشان تقدر تجمع، لان مفيش مواقع من المواقع اللي بتديك 100 دولار و200 دولار في اليوم والكلام الفاضي دوت، محدش بيعمل كده. لازم المواقع اللي زي دي عايزه شغل وعايزه جد وعايزه ان انت تركز اكتر في شغلك عشان خاطر تبدا تحس ان انت بتعمل حاجه وبتجمع منه. لكن تقول لي كلام ملوش اي معنى وكلام ملوش اي محل من الاعراب ان انت تقول لي انا عايز موقع 200 دولار و300 في اليوم و400، الكلام ده يا جماعه مش صحيح. ولو في مواقع بتعمل كده، مواقع الاستثمار بتعمل يوم او يومين وتلاقيه نصب عليك. فانا عندي ان انت تشتغل تعمل ربح كبير على المدى البعيد احسن ما تعمل ربح كبير جدا في وقت صغير وممكن بعد كده تخسره مره واثنين وثلاثه في مواقع الاستثمار اللي هي بتنصب بسرعه وبتفقد رصيدك والربح بتاعك اللي انت عملته قبل كده في فتره ممكن صغيره او فتره كبيره. فيا ريت الناس اللي بتشتغل او بتخش على المواقع او موقع ده بالذات، ان في كمان خاصيه جامده جدا، في بوت بيحذف الاكونتات المتعدده. يعني انت ما تعملش ناصح وتعمل كذا حساب من نفس الاي بي بتاعك، او تعمل حسابين من نفس الشخص من اي بي واي بي تاني برضه هيقفل الموقع. فانت حاول ان انت تعمل اكونت خاص بيك انت تشتغل منه في كذا، يعني ممكن من جهازك وتقفله في اليوم دوت، وعايز تشتغل من حسابك من اي بي تاني من بره على نفس حسابك يبقى هو ده الصح. لكن انت تعمل لي كذا حساب وكذا اكونت وعايز بعد كده الموقع يستمر، ما طبيعي طبعا الموقع عشان خاطر فيه مصداقيته عاليه جدا والموقع فيه السكيورتي فيه عالي جدا فلازم هيقفل حسابك. فالناس اللي كانت بتخش بتشتكي ان الموقع نصاب، الموقع اصل بيقفل حسابي، طب ما هو طبيعي ما دام انت بتعمل حسابات فيك كتير وشغال فيه وتيجي بعد كده تسحب هيقفلك حسابك، ده طبيعي جدا. فانا مش عارف، يعني انا عايز اعرف الناس ليه العرب او المصريين او العرب او بشكل عام بتعمل القصه دي مع المواقع العربيه. لكن لو موقع اجنبي وانت بتشتغل عليه فانت عارف ان هو موقع اجنبي فممكن هو هيقفل حسابك او ممكن يعمل لك حظر، فانت ما بتتكلمش وانت ما بتديش نفسك ان انت تقعد تجادل معاه. لكن انت هنا عن الخدمه المتوفره في هنا، مثلا لو جينا نزلنا تحت هتلاقي هنا كده الموقع موفر لك، انت ممكن تخش هنا عندك هنا الفيسبوك وعندك انستجرام وعندك اليوتيوب وعندك تليجرام. ده بالنسبه للسبورت، تيجي تخش هنا السبورت هنا اهو، تيجي تدوس على الكونتاكت بتعمل تيكت وبتبعته وبيترد عليك في اسرع وقت ممكن في من الموقع. يعني ده خدمه الدعم الفني بالنسبه للموقع. اذا ان الموقع
صادق وموقع فيه ناس بتتابع وفيه ناس بتشتغل ان هي بتحافظ على الموقع. فانت ما تجيش تعمل حسابات فيك كتير وتعمل كل شويه اكونت وتشتغل عليه، فطبيعي هيقفل حسابك. انا بس حبيت اوضح النقطه دي عشان خاطئ الناس اللي هي بتحاول تعمل حسابات كتير وبعد كده تيجي تقول ان انا فقدت حسابي وفقدت الاكونت بتاعي. طبعا احنا وضعت قبل كده فيديو في طريقه التسجيل. انت بتخش هنا على الريجستر، بتسجل يوزر نيم، الايميل بتاعك، الباسورد، اعاده الباسورد، وبعدين بتدخل رقم تليفونك، وبعدين بتدخل هنا الكباتشا، بتشوف الصوره اللي هي متوافقه مع الكلمه، وبعدين بتدوس عليها، وبعدين بتوافق على شروط واستخدام واحكام الموقع. انا هخش على الاكونت بتاعي، اعمل لوجن، ادي يا جماعه الصفحه الرئيسيه في الموقع. انا هنا رصيدي الرئيسي 154 روبل، رصيد الشراء 3 روبل، الكوميشن هو 34، دي رصيد ده احالتين بس عشان بس الناس ما تقولش ان انا بعمل رصيد كبير عشان خاطر فيه احالات. لا يا جماعه اهو دي احالتين بس شغالين، ان يخش كده على الريفرال دايركت اهو يا جماعه، ادي 1 2 3 4 5. لو جينا بصينا هنا ادي دي الاحاله الاولانيه اهي شغاله، وادي الاحاله الثانيه، وادي ادي 1 2 3 سجلوا، خدنا بس اللي هو الكوميشن بتاعه اللي هي 4 روبل، لكن هم مش شغالين، ادي اهو صفر مصفرين الاصفار. ادي يا جماعه الموقع عشان خاطر ما حدش يقول انا بعمل ربح كبير من خلال احالات، لا ده شغلي انا اهو. لو جينا بصينا الشغل الرئيسي ده شغل يا جماعه اهو تقريبا 5 ايام او 4 ايام بالظبط مع النقط. لما نيجي ان شاء الله ده تحولها هتشوف هيديك ارباح قد ايه، وهتلاقي الشغله دي. وهنا رصيد الكاش ده برده بيتحول على رصيد رئيسي. هنيجي نعمل هنا نشوف الاول حول الرصيد بتاعنا. هنا النقطه ان انا عايز ااكد برده عليها من ضمن تحديثات الموقع، ان هو وفر لك ان انت تحول ما بين الارصده مع بعضها. يعني ممكن تحول من رصيد الترافيك للرئيسي، او من الترافيك للرصيد الشراء، او من البوينت للقائمه الرئيسيه، او من البوينت للكوميشن على حسب ما انت عاوز، او من الكوميشن او الرصيد الرئيسي بتاعك. هنخش هنا كده هندوس على ترانسفير اهو يا جماعه، اهو ظبط لك السكريبت بتاعك في الموقع. كان الاول كان هنا كان فيه علامتين بس ويحول لك النقط، لكن دلوقتي تحت لك ان يحول لك جميع الارصده بتاعتك من والى الحاجه اللي انت عايزها عشان خاطر تبدا تكون رصيدك وتسحبه على المحفظه او البنك اللي انت مشترك فيه. انا طبعا مسيف محفظه البيير بالموقع هنا اهو. يعني لو جينا شفنا هنا ادي اهو من رصيد رئيسي والكوميشن والكاش والبراوش مثلا للحاجه اللي انت عايزها. يعني مثلا انا مثلا ان شاء الله دلوقتي ابدا احول رصيد الكوميشن للرصيد الرئيسي، وهكتب هنا كده، هو هنا كان الكوميشن 34 روبل، انا هكتب ارقام صحيحه، مش هكتب الارقام اللي هي ايه الكسر من بعد الدوت. ادي 34 روبل، هدوس هنا ترانسفير تمام. هنا قال لي سكسسفولي، اجي على ريتيرن تو بيج، دوس اكونت اهو يا جماعه، الرصيد اهو اتصفر كوميشن بقى 4 سنت بعد ما كان هنا 34 بقى 186 روبل. نرجع تاني هنا كده للماني ترانسفير. هنا برضو عايز نقطه عايز اوضحها، هنا الرسوم التحويل من والى الرصيد الرئيسي بياخد 5%، ودي بتنطبق على كل التحويلات. يعني اي تحويله بتعملها من البوينت او الكوميشن او الكاش للرصيد الرئيسي بتاعك لو انت عاوز تسحب بياخد منك عموله 5% تمام. نيجي هنا كده اختار البوينت، هنا بيوضح لك ان ال 100 بوينت بيساوي 1 روبل، يعني 100 نقطه بيساوي 1 بوينت. انا هنا معايا رصيد البوينت 1342، اخد كده الرقم كوبي، وبعدين ادوس بيست، وبعدين ادوس ترانسفير، ادي ريتيرن، اجي على اكونت اهو يا جماعه، الرصيد اصبح 319 روبل. ده يا جماعه شغل حوالي 4 ايام من تاريخ انشاء الفيديو، عشان في ايام انا ما كنتش بقعد بشكل يعني مستمر، لكن انا لكن بقيه الايام يعني في الاربع ايام الاخيره كنت بركز شغلي وكنت بقعد بشتغل وبشتغل على النقرات، بشتغل على
العروض السي بي اي، وبالاضافه طبعا كان في طبعا اضافه الفيديو طبعا عشان خاطر موضوع الفيديو الموقع ديلي ايموشن مش شغال الفتره الجايه، فان شاء الله قريب جدا هيبقى في تحديث في الموقع من خلال اضافه اليوتيوب على الموقع. اخر حاجه هنا هنحولها الكاش، هنخش هنا كده على الماني ترانسفير، نكتب هنا كده نحدد الكاش على الرصيد الرئيسي، وبعدين هنكتب 9 روبل نعمل ترانسفير تمام او حول معانا عشان نجد اكونت تاني. وهي يا جماعه الرصيد اصبح 328 روبل على الرصيد الرئيسي. نيجي هنا بقى على السحب ان شاء الله ويزدرو، نحدد محفظة البير، وبعدين هنكتب هنا الرصيد بتاعنا 328 روبل وندوس ويزدرو كونفيرم. اهو يا جماعة payment has been processed successfully. Manual payment of 328 روبل has been requested. يعني كده سحبنا 328، ده شغل يا جماعة 4 أيام بالظبط. من خلال تحويل الكوميشن، من خلال تحويل البوينت بتاعتنا، بالاضافه للرصيد الرئيسي اللي بتضاف من خلال النقرات البي تي سي وعروض السي بي اي اللي انا بشتغلها على الموقع. نيجي هنا ندوس على الهيستوري، اهو يا جماعه ادي رصيد، ادي السحب، وضع بيندنج، هو رصيد بيوصل من في خلال من دقيقتين لخمس دقائق. هنوقف الفيديو لحد ما يوصل السحب وبعدين نوضح اثبات السحب من الموقع. ورجعنا تاني معاكم يا جماعه بعد اثبات السحب وصل، وهي يا جماعه اثبات السحب وصل اهو 328 روبل. نيجي هنا لمحفظه البير، نيجي ندوش هنا نشوف الهيستوري، وادي تاريخ السحب اهو يا جماعه 7 مايو 2020 الساعه 5:30 بالظبط. السحب ما خدش اقل من 5 دقائق. وادي الموقع وزدرو تو احمد هليوه فروم ارباحي اونلاين. موقع يا جماعه صادق، موقع بيدفع، موقع ما فيش اي مشكله خالص سحبات، حتى هو بعد ما عملت ايداع في الباقه اللي هي الفي اي بي اللي انا عاملها. نيجي هنخش هنا على السمري، ادي يا جماعه اهو انا مشترك في الباقه اللي هي في اي بي، اللي هي تيجي تخش هنا كده من ابجريد، انا مشترك في الباقه اللي هي قبل الاخيره ديت اللي هي 180 يوم بدفع 5500 روبل في الفيديو اللي انا كنت عملته اللي هو اللي فات ده على طول. ادي يا جماعه دي كل الباقات كلها اللي هي من اول السيلفر، البرونز، الجولد، الفي اي بي، في كل الشروحات بتاعتها، في كل النظام الاحالات بتاعها. ادي اهو لما نيجي نبص هنا كده الاحاله اللي بتسجل منك بتاخد 4 روبل. لو انت جيت هنا دخلت على الاحالات الدايركت اهو يا جماعه بياخد هنا ادي اهو 4 روبل على كل احاله. هنا عشان خاطر في واحد استثمر في الباقه اللي هي السيلفر عمل اداني الكوميشن بتاعها 16 روبل. موقع صادق يا جماعه، الموقع بيدفع مفيش اي مشكله خالص، عشان خاطر الناس اللي بتشكك في مصداقيه الموقع من خلال قبل الايداع او بعد الايداع. تريد تشوف طرف الموقع انا هوضحها تاني، تدوس على ايرن عروض السي بي اي، بتخش هنا كده بيديك هنا 31 عرض كل يوم، وفي هنا 4 عروض بتتغير يوميا. نخش هنا كده على ديلي، بيفتح معاك كده عرض بيقول لك هنا تخطي الرابط المختصر دوت، بتدوس زي ما وضحتها قبل كده في الفيديو، بتدوس اوبن، وبعد ما تختصر الموقع بيفتح لك موقع تاني، بتاخده الموقع كوبي من فوق هنا كده وبتحطه هنا كده في الخانه ديت بيست في الموقع اللي انت اختصرته، بتدوس سبمايت، بيتضاف هنا كده في الرصيد الرئيسي بتاعك فورا بمجرد ان انت تتخطى الرابط بتاعه. بتخش هنا كده على الحاجه الثانيه البي تي سي. انا طبعا في هنا كنت النهارده حاجات اشتغلت عليها خلصتها. ننزل هنا كده نعمل كده مثلا عرض عشان خاطر الوقت ما نطولش في الفيديو. شوف هنا كده عرض مثلا اللي هو 7 سنت، بندوس هنا كده واتش، بيفتح معاك صفحه الاعلان حسب المعنى ان هو نزله في الموقع، يبدا يعد معاك كده هنا عد عداد هنا كده فوق
وانت شغال في الموقع. وطبعا انت لو انت عايز تشتغل على اي صفحه تانية او اي ويب سايت تاني، تشتغل عادي جدا لحد ما يخلص عد، وبعدين بتدوس على الكابتشا اللي بيجي لك هنا، اللوك اللي هو مفتاح، تدوس سنت، اضاف اهو، بعد كده بتدوس كلوز وبنقفل الصفحه دي كده. نرجع للموقع تاني، هنا مثلا اهو 33 سنت، بعد السبعه المفروض يكون 37، اسف 40 اهو يا جماعه، على طول بيتضاف الرصيد بتاعك وبيزيد معاك البوينت. كل اعلان انت بتشوفه بيضيف لك 6 بوينت في الباقه الفي اي بي اللي انا مشترك فيها. ادي يا جماعه ده شرح الموقع بشكل بسيط جدا. الموقع بيدفع، موقع ما فيهوش اي مشكله خالص. بكرر تاني للمره الاخيره، بلاش ناس تعمل حسابات في كتير من نفس الجهاز او من حساب واحد، بيفتحوا على كذا اي بي من حسابه عشان خاطر يعمل احالات وهميه. انا بقول لك ما تعملش، ما تعملهاش عشان خاطر البوت او النظام السيكيورتي للموقع قوي جدا، وده بياكد لك مصداقيه الموقع اللي احنا شغالين عليه. كده اقدر اقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واتمنى ان الناس تستفيد منه وتقدر تجمع منه راس مال كويس جدا، وان شاء الله تربح معانا وتربح بشكل كويس جدا جدا من خلال موقع ارباحي اونلاين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله.